لسان حميري قديم وواحدة من أبرز اللغات الجنوبية السامية التي يعود عمرها إلى أكثر من 500 سنة. إنها اللغة المهرية التي قاومت الاندثار وحافظت على نقائها حتى وقتنا الحاضر، حيث أكدت الدراسات أن تاريخ اللغة المهرية يرجع إلى ما قبل ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي، إذ كانت تنتشر باليمن بعض اللغات السامية، ثم مع انتشار اللغة العربية في جنوب شبه الجزيرة العربية توارت اللغات الجنوبية السامية عن الأنظار منسحبة إلى الجبال والصحاري والجزر اليمنية والبحر العربي. ترتبط اللغة المهرية باللغة العربية في الأحرف عند الكتابة، غير أن أحرف اللغة المهرية تزيد على أحرف العربية بستة أحرف، ويتحدث بها ما يقارب 200,000 شخص. وعلى الرغم من غناها الثقافي والأدبي، تصنف اليونسكو المهرية لغة مهددة بالانقراض، ما يثير تخوفات من ضياعها واندثارها. يتحدث الناطقون بهذه اللغة في حياتهم وأعمالهم اليومية كما ورثوها من آبائهم، وهي لغة ما زالت زاخرة بالعديد من الفنون المتصلة بها كالشعر والغناء ومختلف أشكال التخاطب. تعتبر اللغة لنا يعني كمكسب، وتعتبر لنا كشيء، وتعتبر لنا كوطن، وتعتبر لنا كهوية. فهي اللغة يعني فيها يستخدمونها في يعني في ما بيتحدثون ما بينهم البين، ويستخدمون يعني مثل في الزواجات والمناسبات يعني بالناحية الشعر. وعلى غرار مصير بعض اللغات القديمة التي اندثرت بفعل الحداثة، تعرضت لغة وثقافة المهرة للخطر بسبب التغير الاجتماعي الناجم عن التحضر وغياب الاهتمام الرسمي بها. شوك، ألا تعرفين أن لنا ماضي وعاداتنا وتقاليدنا؟ وتزداد مخاوف المجتمع المهري من اندثار الخصوصية الثقافية التي يتميز بها المهرة، إذ إن اندثار اللغة يعني اندثار الفكر والهوية وفقدان الشعور بالقيمة الذاتية عند الشعوب. وذي كمية وذي انصات وذي ثلاث الكيتاركن.